بتبقى مشاعر بتنتهي لما بتبتدي مشاعر تانية بعديها. لا هي في ضغوط الحياة دي الحفاظ والكلام ده والمشاعر ومش عارف ايه الدنيا بتقل شوية، مش هيضحك على بعض. بتختلف من شخص للتاني طبعا، في اشخاص بالنسبة لهم الحب الاولاني مش هتعوض، وفي بالنسبة للناس عادي ممكن تحب تاني مرة واثنين وثلاثة. ممكن ينتهي بالحب التاني في حالة ان في عشرة وان في حياة وان في اخد وعطى ما بين الطرفين. العشرة والمواقف بتخلي الحب يبقى اقوى شوية. لو الطرفين عايزين يحافظوا على العلاقة هيبدأوا ياخدوا بالهم من كل التفاصيل ديت، والتفاصيل الكتير مع الوقت بتتعرف وكل واحد بيعرف تفاصيل التاني، وبيعرف ان هو ازاي ايه اللي يسعده فيعمله وايه اللي بيضايقه فيبعد عنه. الحب بعد الجواز بيفضل موجود ويمكن بيبقى اقوى كمان من الاول. زوجتي بصراحه نسيتني اي حاجه قبل كده. لو بنسمي الجواز حب تاني مع العشره وكده بينهي الحب الاولاني وبينسيك كل حاجه طبعا. الاستقرار، ولما مثلا في علاقه زي جواز او كده هي دي المفروض تبقى لاغيه اي حاجه تانيه بعد كده. متوقع جدا يعني ان الحب التاني يبقى غطى الحب الاولاني. الحب القديم بالنسبه لنا يعني حب مش هينفع اصلا حد يستبدله ولا يتغير مع حد، بس هو بالنسبه لي برضو يعني موجود. ما اظنش ان في حب تاني يجي يلغي الاولاني، هو الاولاني، الحب الاولاني مفيش غيره.